النهارده وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة اسمها صوتك مسموع. المبادرة هدفها الاستماع لشكاوى واقتراحات المواطنين حوالين الخدمات المختلفة. في محورين يعني رئيسيين للمبادرة. المحور الأول تحت عنوان إدارة محلية مستجيبة للمواطن. المحور الثاني عنوانه إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن. طبعا هدفها أنها يعني تتكلم أو يعني تشارك المواطن، والمواطن يقترح عليها ربما أو يعرض عليها كل الشكاوى الخاصة بيه. معنا على التليفون دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية ومتحدث باسم الوزارة. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء الخير على حضرتك يا فندم. يعني خلينا نتكلم بالتفاصيل أكتر عن المبادرة والمحورين اللي يعني بيشكلوا هذه المبادرة. إيه فلسفتها يا فندم؟ خليني اقول زي ما معالي الوزير معالي اللواء محمود شعراوي النهارده ركز في تصريحه ان المحور الاولاني زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي اداره محليه مستجيبه للمواطن. المحور ده يا فندم قائم على جعل المواطن طرف فاعل ومشارك في منظومه محاربه الفساد والاهمال، نقص الفعاليه في بعض الادارات اللي بتقدم الخدمات على مستوى المحليات. علشان كده الكلام ده بيتم من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين. هوضح آلياتها بعد ما أتناول المحور الثاني اللي حضرتك تفضلت وذكرتيه، اللي هو إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن. معالي الوزير النهاردة ركز على أن المحور ده بيركز في معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات والمقترحات المقدمة من المواطنين، وطبعا ده يا فندم بيغطي كل محافظات مصر. آلية التواصل المنصة متكاملة الأبعاد، البعد الأولاني فيها هو رقم واتساب، ولو حضرتك تفضلتي وأخدتيه هو 011 أخدناه يا 50 فندم. تمام. يعني هيتذاع على مكتوب على الشاشة، مكتوب على تمام يا الشاشة فندم. وهقوله. الميزة في الواتساب إنه يعني حضرات المواطنين بيصور المشكلة اللي هو شايفها، سواء كانت متعلقة بمخلفات أو سوء تواصل من أحد في المحليات، يبعت لنا ده وإحنا فريق العمل في غرفة العمليات الخاصة بإدارة هذه المبادرة على مستوى الوزارة عندنا، الزملاء بيبعتوها إلى المحافظة أو المختصة بحيث أنه يتم التواصل والمتابعة والرد. بالاضافه الى ذلك في كمان صفحه على الفيسبوك اسمها صوتك مسموع. بالاضافه الى ذلك كمان يا فندم البريد الالكتروني، لو ان هناك ملفات حد عايز يبعتها لنا مرفقه بالمقترح بتاعه او بالشكوى بتاعته او بالرؤيه بتاعته، هو info@mld.gov.eg. كل تمام يا المعلومات، فندم. كل البيانات والمعلومات وطريقة التواصل مع حضراتكم احنا عارضينها على الشاشة. خليني بس أسأل حضرتك، هل في مجالات معينة يعني يحق للمواطن انه يشتكي منها لحضراتكم؟ ممكن المواطن يبقى فاكر ان دي تبعكم بس تطلع تبع يعني جهاز تاني او محافظة او قصدي وزارة تانية. بص يا فندم، فيما يتعلق بالخدمات اللي بتقدمها وحدات الإدارة المحلية في ربوع مصر احنا معنيين بيها، وبالتالي لو حد مثلا ملف زي ملف النظافة أو المخلفات شاف حاجة يستطيع إن هو يصورها ويبعثها لنا على الواتساب، بس يتفضل مشكورا يقول لنا المكان، اسم الشارع اللي موجود فيه الحاجة دي، والساعة، بحيث إنه تعزيزا للشفافية. معالي الوزير النهاردة أكد على إنه هيتم نشر تقارير شهرية عن الشكاوى اللي وردت لنا وتصنيفاتها وأنواعها وموقفها إيه وما تم بشأنها على مستوى كل محافظة وكل قرية وكل حي وكل نجد. طيب هيتم بالإضافة إلى المفروض يتم ذلك الاستجابة لشكوى المواطن في خلال قد إيه؟ يعني فورا لما بتبعت لنا إحنا على طول فريق العمل عندنا بيحولها إلى المحافظة المختصة. عشان كده النهاردة معالي الوزير قال إنه تم تشكيل فرق عمل في المحافظات برئاسة السادة الزملاء سكرتيري عموم المحافظات، وده ليه يا فندم؟ علشان هم يشرفوا بنفسهم على مجموعات العمل اللي بتشتغل معاهم في المبادرة على مستوى كل محافظة. ده علشان سرعة الاستجابة بالنسبة للشكوى الواردة لينا. يعني دلوقتي أنا لما أبعت على رقم الواتساب ده بيروح لرقم موجود في الوزارة، والوزارة هي بتبعته بقى بشكل لا مركزي يعني للمحافظة المختصة بالظبط يا اللي فيها فندم، المشكلة. وبيبقى بالظبط يا فندم، وفريق العمل عندنا بيتابع الردود
بحيث يعني كل الردود يتم توثيقها بحيث نتأكد تماما ان كل المشكلات او المقترحات تم دراستها بشفافية. طب تصوركم للرد وحل مشكلة المواطن، الوقت مهم قوي يا دكتور، تصوركم ياخد وقت قد ايه؟ يعني فندم لو مثلا حاجة مثلا فردا متعلقة بمكان فيه تراكمات بالنسبة للقمامة، فورا لما هتوصل لنا فورا هيتم ارسالها للسيد السكرتير العام ويتم التعامل معها في ذات اليوم يا فندم وموافاتنا، وبالتالي يبقى اقصى حاجة هتبقى 48 ساعة مثلا يا فندم. كويس، عشان ندي انا شخصيا هجرب الخدمة دي، عشان انا عندي شكاوى كتير قوي الحقيقه، فانا هجرب الخدمه دي، ويعني اتمنى حقيقي ان يكون التواصل فعال وسريع، لانه لو مش سريع هتبقى يعني بتهدم الفكره، ولو انه الناس بتبعت شكاوى ومحدش يعني بيتواصل معاها او بيسال فيها برضه هتبقى بتهدم الفكره. سؤال بقى، لو لم يتم الاستجابه للشكوى نعمل ايه؟ ما هو احنا المتابعه عندنا يا فندم وعندنا قطاع كامل للتفتيش والمتابعه على مستوى الديوان عام الوزاره. أيوة. وده ذراع من اذرع الوزاره يا فندم لعمليه المتابعه ومساعده الساده المحافظين في انجاز المهام ومتابعه الانجاز بالنسبه للمهام. ماشي، بس هو هيتابع يعني برضو هنا المواطن ده ويعرف منين اذا كانت يعني ازمه المواطن اتحلت ولا ما اتحلتش؟ حضرتك ما هو انت حضرتك بعتي لي ان هناك في تراكمات في الشارع الفلاني. احنا بنبعتها وعايزين نشوف الشارع ده نفس الشارع بعد ازاله التراكمات، وبالتالي الجهه المختصه هتصور بتبعت لنا بعد على الواتس طبعا الصور، بتبعت لنا الصور بعد علاج المشكله. طيب ممتاز، يعني دي فكرة جميلة، طبعا هنتابع بقى مع حضراتكم ونشوف يعني وضعها ازاي والمواطنين كمان متفاعلين معاها ازاي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة.